نشاهد لقطات لما حصل اليوم في ملعب النجف الدولي، وبعدها نتعرف على أهم الأسباب. أكيد يعني إحنا نسر لما حدث يعني اليوم، يعني كانت يعني لا سامح الله كان راحت أرواح في هذه المباراة. بعد الهدف الثاني بدأت الأحداث برمي القنانة والحجر وإضافة إلى تكرم النعلان صارت بالملعب، يعني هاي كلها موثقة ومسجلة. ليش كابتن حسن؟ شنو اللي خلى الجمهور ينتفض على الحكم وعليكم مثلا ويتهجم بهذه الطريقة؟ غير أكو سبب، أكو إساءة صدرت من الطرف المقابل لو بدون سبب. بالعكس أي إساءة مات، لكن هو شنو هم دكتور واثق مدلل زي. يعني الهدف اللي صار مالتنا انه هي الكره ما طالعه رميه، هم رادوها عن انه رميه تدري انت الكره تخرج بكاملها تجتاز الخط يلا تنحسب، هي اجتازت نص هذا والحكم يعني مشاها وهي مشت، يعني مشت من نص الساحه وراحت صارت جول ما اعترضنا عليها. زين بعد دقيقه يعني بعد ما سجلوا الهدف هو طار بعد دقائق، يعني بعد ما احتسب ل 14 دقيقه ان ركنيه تحولت الركنيه، ما نشاهد الا حكم المباراه واثق مدلل مراقب الخط زين ساقط بالارض مغني عليه والدمايه تجي من راسه. الاحداث اللي يعني جرت اليوم حقيقه الحاله الاولى حست سبب مراقب الخط ان الكره خرجت زين عن الخط والفريق يعني المدافعين كلهم توقفوا بان يعني الكره خارجه جيد، وحتى اللاعبين هم لاعبين نفط يعني تفاجئوا بالموضوع بانه ليش ما اشر مراقب الخط وراح سجل الهدف زين. هذا حقيقه اثار حفيظه بعض الجمهور جيد. هنا حدث يعني تدخل من بعض يعني خلينا نقول مساعدي مدرب يعني النجف انه اعتراض على قرار مراقب الخط زين، يعني اسف مثلا انه يكون هناك من احد الاداريين لنادي النفط اي لربما يعني انا بالضبط ما سمعته، ولكن يعني الجمهور بعد ما تحرك او خلينا نقول تقريبا صار في مشاده كلاميه بين الاداريين والاستاذ ايضا الاخ ابو شوقي قاعد بالقرب من الجمهور، اصبحت يعني مشاده كلاميه فيما بينهم، وما اعتقد يعني هي يعني صارت اساءه اتجاه الاخ ابو شوقي، انما كانت مشاده كلاميه. طيب خلينا نتحدث بهذه اللقطات اللي ظاهره، يعني اداري النفط تلفظ بالفاظ وعلى اثرها الجمهور اعتدل وشنو اللي صار بالضبط؟ يعني انا هذا اللي افتهمته استاذ، لانه الجمهور كله توجه الى المكان اللي كان يعني جالس به ابو شوقي وبعض الاداريين وابنائه الموجودين. جيد، كانت اصابه يعني الحكم، وما اعتقد انه من جمهور النجف، ما اعتقد انه جمهور النجف يصل الى هكذا مستوى انه يضرب. بعد منو ضربه تتوقع منه؟ منين اجت الاصابه؟ يعني كابتن يعني انا ما اقدر اني اسير جمهور النجف بهكذا عمل، ولربما هناك مغرضين اخرين اليوم زي. يعني نادي النجف ظهر بمستوى عالي جدا خاصه. طيب كابتن حسن احمد انت تسمعني، منين اجت يعني انت قريب من الحاله وتراقب كل الاحداث، منو اللي اعتدى على الحكم؟ والله استاذ الجديد يعني الاحداث موثقه بالصور يعني بالفيديوهات الحمد لله، احنا يمكن الاعلام النادي النفط وثق كل شيء. هاي هي معروضه وانت تتحدث على الشاشه. نعم. اللقطات انا يعني انا دازون بالامام ومدعيكم ان شاء الله. اكيد يعني انت يعني هذا كلام غير منطقي مع احترامي للاستاذ، يعني منين اجت الحجر؟ هو قبلها انت لو تجمع تكرم الاحذيه اللي انشبهت على اللاعبين مالتنا يمكن 100 حذاء وقع على اللاعبين، يعني لميناهم نحن لميناهم بيدنا وقلنا لهم وين القاسم؟ انت باوع زين، الحكم انضرب الطابوقه، الكابتن مشتاق انضرب الطابوقه، منين اجت هاي الطوابيق؟ يعني تسمع استاذ عباس لو ما تسمع خلي يرد استاذ عباس على هذه النقاط. استاذ علي احنا كنا ماكو احنا بيننا وبينهم يعني الحمد لله الباحث سهرانين بالليل وقاعدين ما صارت اي واضح واضح كابتن حسن، خل اشوف شنو رد استاذ عباس على هذه النقاط. استاذ علي حبيبي نعم يعني انا اتعجب انه
مع جل تقديري واحترامي لكلهم الاخوه الاداريين والستاف التدريبي، انا بالنسبه للاداريين يعني ما حاجه يكون بجانب الجمهور، اليوم اكو مقصوره في اي بي تركها وجلس بجانب الجمهور، وهذا ما يصير.